لكن خلينا نقول حتة مدير فني دي تحديدا، لأنه خبر تاني في الجول بيقول إيه؟ بيقول كشف مصدر ده في موقع في الجول. في الجول شغال على المصادر بالظبط، بس الجول عنده مصداقية كبيرة. لا طبعا طبعا انا بتكلم على المصادر، في مجموعة يعني مواقع لا قوية وقديمة وما بتخشش في متاهات الحوارات اللي هي مضروبة يعني. طبعا طبعا. فبيقول هنا كشف مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة أنه قد الوزير أشرف صبحي عقد جلسة مع حسن شحات خلال الساعات الماضية لاستطلاع رأيه بخصوص تدريب المنتخب، والكلام بيتكلم وبيقول أنه حسن شحاتة أبدأ موافقته المبدئية في تدريب المنتخب. ليك تعليق على الخبر ده؟ لا أنا ماليش أي تعليق. لو يعني لو حابب تقول كلمتين. لا حابب أقول أنه كابتن حسن قيمة كبيرة ودايما هدف لأي دولة وأي منتخب يعني. لكن مش عايزين نتوه في عملية المصادر، لازم الناس المسؤولة، أنا معرفش مين يعني، أنا معرفش مين لكن هو اللي باقي في الرياضة الخاص باتحاد الكورة هو المؤشر بيروح للوزير. مؤكد عشان نكون واقعين، ده مؤكد بالزبط. وعنده اجهزه وعنده معاونين طبعا وكذا طبعا وكذا طبعا بيتشاور وبيشوفوا. هو احنا طبعا ما بتعرض كابتن حسن، كابتن محمد فيش حد هيختلف على حسن طبعا شحاتة. طبعا. لكن اللي هيجيب حسن شحاتة لازم يكونوا بتوع كوره مش الوزير. الوزير مش بتاع كوره، بالتشاور يعني هيتشاور مع مين بقى؟ هي دي اللجنه. ما فيش لجنه. يعني ما فيش لجنه. لا يعني معاه برضو اجهزته ومعانا اجهزه دولت بتوع اداره يا كابتن مش بتوع كوره. ما تمسك الوزاره من اولها لاخرها ما فيهاش حد بتاع كوره. طب ما تيجي نقول، ما احنا النهارده لما نيجي بنتكلم حتى كرجل عادي بره ان هو وزير او كذا او كذا، ما هو الاسماء المطروحه كلكم قلتوها، الاليات ما اتغيرتش يعني. انت بقى يبقى خلاص انت دلوقتي عايز تقول افكار جديده، عايز تنور لقدام للمستقبل. أيوة يعني طبعًا. عايز تنور طبعًا. اما بتيجي تفكر في الافكار انت بتقعد مع الناس بتاخد منها وجهات نظر ورؤيه مستقبليه للبلد ومستقبل الكوره. تقصد كالوزير يستدعي مثلا مجموعه من خبراء الكوره ويتكلم معاهم مثلا؟ احتمال يكون عمل كده، ممكن يكون عمل كده يعني، بس احنا ما سمعناش ما يعني نعرفش يعني. كان على طول كان تعرف ان مثلا قعد مع حد كان مصدر. لكن انا برضك انا الوزير او كل واحد ليه اختصاصه. نعم. هو وزير بيدير مش فني مش بتاع كوره. المنطقه دي اللجنه بقى ثروت سويلم. لا اللجنه انت انا ما يعني بره اتصرف الناحيه الثانيه خلاص. ليه بقى ما تيجي لجنه؟ طبعا الكابتن حسن ما حدش هيختلف عليه خالص. هو بيشكل لجنه الاول ولا بيختار مدير فني الاول؟ لا هو الكلام اذا صدق انه مجرد استطلاع راي. استطلاع راي، ربما عشان لما تيجي اللجنه هيقعد يا كابتن برضك هنرجع يا كابتن هنقول مش ممكن الوزير يختار لوحده لا المدير الفني للمنتخب، لازم تكون لجنه بتاع الكوره ناس عندها خبرات ناس فاهمه عارفه قدرات حسن شحاته وقوته وتاريخه الجبار. الناس ما فيش مشكله لكن الناس تبقى مقتنعه. لكن انا ما اجيش انا هقول ما ينفعش يعني. ما بتيجي انت مثلا ما عملناش حاجه يعني الهزه ما عملناش حاجه. احنا دلوقتي في اخفاق الشغل، انت عايز بقى الاخفاق ده ما يجيش تاني طبعا، والاخفاق ده يترسم له بقى خط بياني ان انت ترتقي تاني بالمستوى. نعم. وان انت تروح تاني بطل افريقيا وان انت تروح كاس عالم تاني. ده اللي ما يعملوش غير الفنيين اللي هم بتوع نفس المجال تخصصي. احنا ما نقدرش نخش على السله ولا نقدر نخش على الهاندبول ولا نخش على الجمباز، مش بتاعنا ومش اختصاصنا. لكن لازم اللي بيعمل ده بتوع الكوره.